مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. تحت رعاية صاحبة السمو الملكية الأميرة سلطانة بنت عبد العزيز بن سلمان آل سعود، عقدت جمعية الاقتصاد السعودية ورشة عمل يومي السبت والأحد تحت عنوان رفع كفاءة الخريجات. وتقوم الورشة على رفع كفاءة الخريجات بناء على نظام يعنى بتأهيل وتنمية وتطوير وتدريب خريجات الجامعات والكليات، وذلك لتأهيلهن لسوق العمل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن تنضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتورة نورة اليوسف، وهي رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية. دكتورة حياك الله معنا في أهلا. يا هلا، الله يحييكم. دكتورة، لو تضعينا في أجواء الورشة اللي أقيمت، أبرز أهدافها وموضوعاتها والحاضرات. الورشة قامت زي ما ذكرت يوم السبت ويوم الأحد السابقين، وكانت تحت رعاية صاحبة السمو الملكية الأميرة سارة بنت عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وكانت مهتمة برفع كفاءة الخريجات، لأن تعرف الخريجات الآن يمثلون ما يقارب 53% من الباحثين عن عمل، ونرغب، وكانت هدف الورشة اللي هو بناء وتدريب وفتح المجال لهم وتثقيفهم عن الفرص المتاحة لهم كخريجات. وحضر عدد كبير جدا من كان الحضور يزيد عن 400، ما شاء الله، وكان مشاركة فعالة من الأخوات الحاضرات في أسئلة قيمة وفي مناقشة جميلة، واستضفنا متحدثين في هذا المجال من قطاع التوطين في وزارة العمل، وكان فيه على أساس وش الفرص المتاحة لهم للخريجات، وما هي فرص التدريب، وما هي فرص ما هي سياسات التوطين القائمة الآن في من قبل وزارة العمل. واستضفنا كذلك من هدف صندوق الموارد البشرية اللي هي برامج التأهيل والتدريب للخريجات أو للباحثات عن عمل. جميل. فكان هناك يعني معلومات قيمة استفادوا منها الحاضرات، وكانوا يشكرون، كان في شكر كثير من الموجودين. و الـ 400 اللي كانوا حاضرين كانوا كلهم من الخريجات؟ كان بعضهم من الخريجات وبعضهم سبق يعني لهم اكثر من سنتين او ثلاثه او في مرحله، بالاضافه الى ان في مجال ثاني اللي تكلمنا عن اللي هم المنشآت، اللي هو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة، وش الدعم المتوفر للمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر لتطويرها. وكثير من الحاضرين يعني كانوا يبحثون عن عمل، وبدأ فكرة متوجه نحو اللي هو المنشآت الصغيرة، نعم، لفتح مجالها وللفرص المتاحة. يعني استضفنا كذلك تمويل المنشآت الصغيرة المتوسطة كفالة، كان هناك شرح لهم كيفية التمويل وكيف الوعي الاستثماري لهم في هذا المجال. نعم. أخيرا دكتورة، كيف تشوفين رعاية الأميرة سارة لهذه الورشة؟ الأميرة سارة رعت اللي هو تمكين المرأة اللي هو قبل أسبوعين الأميرة سارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد، أما الأميرة السلطانة فرعت الورشة كانت رعاية جميلة، وكان في تفاعل كبير بينها وبين الحاضرات اللي تمثل لهم مثال أعلى على الخريجة التي في سنهم وتعمل الآن، وكانت كلمتها داعمة لهم ولشرح ما يحتاجونه من دعم ومن تطوير مهارات و نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا للدكتورة نورة اليوسف رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية، وحقيقة شكرا لكل من يقدم اليوم. يعني أشكر جمعية الاقتصاد السعودية وكل من رعى وكل من حضر وكل من دعم وكل من شارك، لأنه احنا دائما وأبدا بحاجة إلى مثل هذه الأفكار اللي تدعم شبابنا وشاباتنا الخريجات وتأهلهم لسوق العمل. اليوم يعني أصبح الفارق الأساسي والكبير جدا هو المساهمة الكبيرة في تنمية هذا الوطن في أي مجال من مجالاته. فشكرا لكل من يقدم الدعم دائما وأبدا. فاصل أول في حلقتنا ومكملين.